هذا وأكد عدد من المسؤولين في مختلف محافظات المملكة على تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة خلال التقلبات الجوية والتي تمر بها المملكة حاليا لضمان اتباع الإجراءات المعتمدة لشفط تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأشغال والدفاع المدني وأمانة العاصمة والمجالس البلدية. أبرز الجهود أن احنا نشتغل كفريق واحد في مجموعة من المسؤولين في قسم النظافة والمفتشين يستقبلون البلاغات اللي توصل من المواطنين. طبعا احنا نعطي أهمية بالنسبة للمناطق العامة اللي هي مثل مدارس، مراكز صحية، مستشفيات، الشوارع العامة، هذه يعني تاخذ أهمية بالنسبة لشفط مياه الأمطار. وفي نفس الوقت المناطق المتضررة كثيرا، يعني بعض البيوت اللي تدخلها المياه الأمطار هاي نعطيها أولوية. ومثل ما تشوفون احنا من اليوم الساعة 3 الصبح كان في تنكرات شغالة شط مياه الأمطار، في نفس الوقت في مضخات تستخدم ل يعني المساعدة في هذا المجال. فالكل متعاون، وطبعا احنا نشيد بفريق العمل هذا ونؤكد ان الجميع متعاون، وخاصة وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، هم له دور كبير. يعني طبعا هناك جهود كبيرة بذلتها بوزارة البلديات وعلى رأسهم الوزير والوكيل، وكذلك وزارة الأشغال متمثلة في الوزير كذلك والوكيل. قاموا في عمل صراحة جبار مع اجتماعاتنا معهم، وضعنا خطة الحمد لله فضل الله ونجحت بإذن الله تعالى. مثل ما تشوفون دكانة الأيام هذه، هذه المنطقة تغمرها مياه أمطار تدخل على البيوت وتضررت المياه البيوت هذه من تلك المياه. وهناك موقع آخر المياه اللي قاعدة تتجمع في شارع أم النعسان تتحول على هذه المنطقة، وضعنا لها حل الحمد لله فضل الله، وضعنا كسبيات ولفناها بالعازل الأمطار على أساس ما تدخل على هذه المنطقة. حصرنا هذه المياه في شارع أم النعسان، و الآن تقوم عمليات بالصهاريج بشافتها والحمد لله فضل الله. بلدية المنطقة الجنوبية، وزارة البلديات ووزارة الأشغال قامت بعمل فريق مشترك، وقامت بالاستعدادات لتوزيع صهاريج شفط مياه الأمطار في مواقع تجمع مياه الأمطار في وقت مسبق قبل تسقط الأمطار، وتم التنسيق لتنظيم عمل المضخات في المناطق، إغلاق بعض منافذ المياه إلى الأحياء. فالحمد لله احنا اليوم نشوف اغلب الشوارع سالكه وما فيها اي تجمع، والعمل ان شاء الله مستمر حتى انتهاء الامطار. وتقريبا الحين خلينا احنا اهم المناطق الرئيسيه اللي فيها التجمعات الكبيره.